عسلامة، مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل. معاكم الشيف هنداتي من مدينة فنزارة من كورنيش الناظور. أنا توا في غابة الناظور، أنا جيت مع أصحابي في دار صاحبتي. إن شاء الله اليوم احنا باش نعملوا مشوى، مشوى متاع حوت. ومع المشوى أنا حضرت شوية كسكسي وحضرت عصير وحضرت، وهذوما أصحابي اللي جيت معاهم نقدمهم لكم. هذه يا صاحبتي أحلام، حياة، كريمة، ليلى، أختي فاطمة، وشيموت الصغرونة بنت صاحبتي. وان شاء الله باش نعملوا جو، حضروا مشوى. هذوما المكونات اللي حضرتهم نتاع المشوى اللي باش نحضرها. انا حضرت شويه حوت، هذيا حوت بنزارت، هذيا حوت بوري باش نشويوه. هاني حطيت الباربيكيو تاعها، حطيتها تشعل، وحطينا كينون زاده باش نشعلوه باش نطيبوا كويس تي. وهذيا خبز دياري، حضرنا شويه خبز، وحضرت شويه كسكسي، كسكسي بالحوت. هذه يا كسكسي بحوت الجغالي. احنا في العاده رانا في بنزار تكعبت الحوت الجغالي، الراس والذنب نطيبوهم كسكسي. وانا في القناه نتاعي سوغ يوتيوب عندي الوصفه نتاع الكسكسي اللي طايب حوت الجغالي. اما المره هذه مع الراس والذنب حطيت قطيعات نتاع حوت، وحضرت شويه عصير، عصير فريز وقارص. توا وقته العصير هذايا. وهذا اللفاح اللي حضرته اللي باش نفوح بها الحوت. وعندنا كركم، شويه كرويه باش نفوح بها سلطه مشويه، تيبل، عندنا ملح وشويه فلفل اكحل وكمون. هذايا بالنسبه للفاح اللي باش نفوحه. حضرنا شويه بطاطا فريت، وقلينا شويه جرينيت فلفل. هذو ما راني حضرتهم في الدار على خاطر لهنايا ما نجموش نطيبوا الكسكسي ونقليو، جبتهم حاضرين. وباش نعملوا حق سلطه مشويه، حضرت شويه فلفل، طماطم، كعبه بصل، ذي قارص باش نحطوها في الحوت بعد ما نشويوه. توا باش نبدا نفوح الكعبات نتاع الحوت ما بين شعله المشوى. وتوا نرجع لكم نحضروا الخلطه نتاع الفلاح. الكانون حطيناه يشعل، والباربيكيو زاد حطيناها تشعل. وتوا باش نفوحوا كل العدات نتاع الحوت، باش نحط شويه ملح، شويه فلفل اكحل، شويه كمون. الحوت راهو على الكمون. مدام هندا، انعم انا ديما نتبع فيك على شان يوتيوب. شويه تيبل، مرحبا بيك، فرحانه برشا اللي انت استدعيتني اليوم بحذاك وبحذا صحبتك. حبيت نتعلم تفويحة اليوم نتاع الحوت. هذايا حوت بنزرت. شوية كركم، هذايا الفيحة احنا اللي نفاقوا بها الحوت. وإذا كان تحب يقعد لك طعم الحوت وقت اللي الحوت راهو يبدا مشوي ما نكثروش من الفيحة. مثلا احنا في العادة رانا نفوحوه بالثوم، نحطوا زادة شوية هريسة ولا شوية فلفل مرحي. أما اليوم لا، أنا نحب طعم الحوت يقعد لنا ما نكثروش من الفيحة. الفيحة هذايا اللي حطيته كافي. تو باش نحط شوية زيت، وكيما قلت لك الزيت نحطوه باش الحوت ما يسقطيش في المشوى. لازمنا نحطوا شوية زيت. نصب شوية ماء باش نحل أكل لفاح. نخلط، وبعد ما خلطته توا باش ناخذ أكل كعبات نتاع الحوت بالكعبة بالكعبة باش نفوحو. وأنا راني كي نفوح الحوت راني نفوحو بيدي باش ندخل فيها أكل لفاح. ناخذ هكايا ندخل بالكدا. هذايا حوت بنزرت، هذايا بوري. البوري راهو يجي بنين برشا في المشوي، بالاخص عادة كي نشويوها في الكانون. البنة نتاعو عاملين احنا على الباربيكيو باش نشويوه. كانون عربي، كانون باش نطيبوا عليه التي. والباربيكيو اللي حضرناها باش نشويوا عليها الحوت. جو عربي، جو جو، اما قاعدة عربي راهو الفطور في القاعة. احنا في غابة اون بلان اير. ان شاء الله نعدي ونهير باهي مع بعضنا مع احلى اصحابي ان شاء الله. وتوا الكعبات نتاع الحوت بالكعبه بالكعبه هكايا نفوحهم حتى نكمل نفوحهم الكل. والزيت علاش نحطوه مدام هندا؟ الزيت باش الحوت وقت اللي نشويوه ما يسقلناش في المشوى. يعني ما كانش لو ما حطيناش زيت مع الفاح يلصق، ينجم يسقلنا وتتنحى الجلده نتاع كعبه الحوت تتسلخ لنا. انا توا هاني كملت فوحته الحوت، مازالت كان الكعبه هذيا بركه. وتوا اكل الكعبات نتاع الحوت باش نخليوهم على الاقل 15 دقيقه يشربوا الملح والفاح. وما بينش على الكانون وشعلت لنا الباربيكيو وباش نشوي الكعبات نتاع الحوت ونشوي السلطه، وبعد نرجع لكم.
الكانون شعل والفلفل هاني حطيته يتشوي وتوا باش نقلبهم كل جرينات نتاع الفلفل. الفلفل تشوي وهاني حطيت الطماطم وكعبه البصل وكل راس ثوم حطيت نشوي فيهم وتوا باش نقشر اكل الفلفل وباش نهرسه في المهريس. الفلفل والطماطم والبصل والثوم هنا كمان غليهم وتوا الفلفل غادي نقشر فيه وحضرت المهريس وباش نهرسها السلطه ونوريها لكم وهي مهرسه. مدام هند انا ما عندوش مهرس هذا شو يعمل؟ ينجم يقصها بالسكينه السلطه وكان عندنا زاد الحا كان تثبت عليها نتاع بكري كل حا نتاع الطماطم اللي نعسوا بها الطماطم زاد نجموا نعديوها في الحا هذيك اللي باليد. وتوا هذا ما ولا فما الخلاط اللي نرحيو به توا هذا ساهل. اي بالضبط الخلاط هذيك. اما تصورها كبل. ايوه عاد هذه الطريقه التقليديه اللي تعلمناها على جدودنا، الطريقه هذيا نتاع التهريس السلطه تجينا ابن مشويه على الكانون ومهرسه على المهريس. هذا في كل وكل فيه هذا اللي نحطوه هو اللي باش يزيدها بن على بن. الشوية شعلت وتوا باش نحط كل تعبيت نتاع الحوت نشويها. التعبيت هذوما تشويو وتوا هنا باش نطلعوهم. سلطتنا حضرت هنا كملنا هرسناها وتوا باش نفوحوها. نحطوا شويه ملح شويه تابل وشويه كرويه وعندنا زيت زيتونه وكالصفه زيت زيتونه هذيك الزيت زيتونه هو اللي باش يفوحها ويزيدها بن على بن ونخلطوا. وهذه سلطتنا حضرت والحوت قاعد يتشوي هاو قريبا نكملوه وباش نفطروا. وفطورنا حضر، هذا الحوت اللي شويته وهذا صحينا المقلي، هذا البطاطا والفلفل وهذه السلطة المشوية اللي شويناها على الكانون وقشرتها وهرستها بالمهريس وفوحناها. وهذا الكسكسي، الكسكسي اللي طيبته في حوت الجغالي وعندنا العصير، عصير الفريز والقارص. وتوا باش نفطروا وأحبابي وأصحابي نقول لكم توا صحة بالشفاء وشهية طيبة. ويا تفضلوا ابداوا باش تحبوا تبداوا، نبداوا بالكسكسي ولا بالمشوي اللي يساعدكم. تفضلوا. يعيشك صحة. الفطور وفطرناه والتاي طال، هذايا التاي الأخضر وهذايا التاي الأحمر. أيا حلومة صوب لنا كويس تاي ومعاه اللوز الأخضر عاد اسمع فمش مأبن منه. التاي الأخضر باللوز الأخضر شاي موتة كسر لنا اللوز. ياك عندك الكسار. التاي الاخضر شربناه باللوز الاخضر وتوا كويس التاي الاحمر مع الجاتو. هذا جاتو غولي حضرته في الدار، الفيديو نتاعو موجوده في قناتي سوغ يوتيوب، تنجموا تشوفوا طريقه التحضير. هيا تفضلوا يا جماعه، تفضلوا الجاتو، تفضلوا كويس تاي احمر. عايشك وتوا ما بقى لي كان باش نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو نتاع النهار اللي عديته هنديتي في غابه الناظور في بنزرت. وبالسلامه والى اللقاء وان شاء الله في فيديو القادم. سلامه. ميرسي مدام هنتسي. عايشك عايشك مرحبا بكم. عايشك يا غيكالي قولكم صحه والله ما نجاوب.